عايز الهوني اهو. شوي الاسماك على نظام الطاقه بمحافظه الاسماعيليه، ودي طريقه قديمه جدا لشوي الاسماك بتشتغل فيها محافظات القناه ومحافظه دمياط، ودي تعتبر موروث يعني موروثات منطقه القناه لشوي الاسماك. مده شوي الكيلو سمك في فرن الطاقه ما بتستغرقش اكتر من 10 دقائق، وهي بتختلف تماما عن الشوي في الشويات الحديثه من حيث الطعم والنظافه والسرعه والجوده والناحيه الصحيه. يتم تزويد الفرن بحطب او خشب صغار بيشتريه صاحب الفرن، وبيتم وضعه بداخل الفرن فوق البلاط الحراري، ووضع السمك على البلاطه مباشره بدون استخدام صاج او اي اشياء اخرى. ده الناتج النهائي للشوي داخل فرن الطاقة، والزيت موجود بره والسمكة بتحتفظ بدهونها عادي، وبيكون طعمها مختلف تماما للشوي الحديث او الشويات الحديثة.